سلام حضرتك. طبعا عندنا الحمد حاجات لله. كتير نتكلم مع حضرتك فيها النهارده، وخلينا نبتدي مع المنتخب والامال المنعقده على المدير الفني الجديد للمنتخب كابتن ايهاب جلال. وفي ناس بتتارجح ما بين التفاؤل وما بين الحذر الشديد اللي مبني على تجارب سابقه في الفتره الاخيره لمنتخبنا مع اكثر من مدير فني، وانجازات كانت اقل وصف ليها ان هي كانت غير مرضيه لجماهير منتخب مصر. فرؤيه حضرتك للي جاي ايه ان شاء الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لازم نكون متفائلين. احنا عندنا بداية في بكرة مباراة. كابتن إيهاب جلال استلم المهمة من كروش، وبرضو الناس بتعمل مقارنة ان الفترة السابقة والفترة الحالية اللي هي المستقبلية بالنسبة لمنتخب مصر تحت قيادة فنية مصرية. طبعا بنتأمل وبنأمل يعني ان يكون فيها نجاحات وفيها نتائج مرضية للجماهير المصرية وفيها بطولات واستحقاقات، يكون فيها نجاحات ان شاء الله بإذن الله. فترة كروش مش عايزين نقول ايه فشل عشان اللفظ، يعني بنقول مثلا لم يوفق مع المنتخب، سواء في بعض الاختيارات، سواء في طريقة اللعب، سواء في النتائج. البطولات اللي احنا دخلنا فيها مع كروش بداية من كأس العرب اللي كان بقطر، الأمم الأفريقية، تصفيات كأس العالم، الناتج المحصلة النهائية ان هو لم يوفق. طبعا الناس حط امال كبيره ان تغيير الجهاز الفني بمدرب مصري واعد عنده امكانيات وعنده طموح وعنده دوافع كبيره جدا ان يثبت وجوده ويكون جدير بالمهمه دي. كابتن ايهاب في ميزه كويسه، طريقه لعبه بتبقى هجوميه، عنده امكانيات فنيه كويسه، الفرق اللي هو اشتغل معاها، طريقه اللعب، تغييراته، قراءه الملعب من بره، حتى في الاختيارات. يعني انا خد مثلا لعيبه جداد، ممكن عنصر او عنصرين على المجموعه اللي هي القديمه، الحرس القديم زي ما بيقولوا يعني، فممكن يكون لهم دور في المنتخب الفتره اللي جايه. كابتن ايهاب بس مطلوب مسانده ومطلوب دعم جماهيري واعلامي رقم واحد للكابتن ايهاب عشان يحقق نجاحات، وزي ما بيقولوا كده نديله باور ان هو يشتغل في جو كويس. انما لو في ناس مش مقتنعه ان الكابتن ايهاب جه او مشككين سنه، دي بتبقى في توتر في العلاقه اللي بين الكابتن ايهاب وبين الجو المحيط بيه، المنظومه بتاع كره القدم. احنا زي ما ساندنا كروش رغم الاخفاقات لازم نساند كابتن ايهاب جلال، وانا شايف ان شاء الله بدايه من بكره هيبقى ليه دور مع المنتخب ويحقق نجاحات باذن الله. يا مسهل